السلام عليكم الناس اللي راكم تشوفوا فينا لي زامي لا فامي كاع الناس اللي راكم دايرين ابوني ميرسي بوكو. الوغ وليت معاكم اليوم بعد هذا الغياب مي ولينا. بريف اليوم يعني جيتكم بهذه الوصفه يعني الدجاج قطعته ودرت له الشرميله يعني لي زيبيس درت القزبر المعدنوس الثوم شويه تاع لاموطارد شويه تاع الحرور شويه تاع الكركم شويه تاع السكنجبير فلفله حمراء ايا ودرت معاه شويه تاع الزيت هكا باش يديروا شويه تاع الليم فوالا يعني كل واحد وكيشرب له يعني كل واحد والطريقه تاعه وراهي تاني سا اكزيست واحد لي زيبي سبيسيال تاع الدجاج فوالا يعني اليوم بغيت روتور نعاود نشارك يعني نقدم لكم هذه الوصفه تاع الصيف راه اليوم راه الحراره راه الحمان كبير اليوم راهي 38 اليوم وغدوه سي اونكور بي غدوه سي 41 الوغ يعني هذه مليحه للصيف مع سلطات بزاف باسكو الناس شويه في الصيف ما يبقاوش ياكلوا بزاف والمرقه حاميه في كاع الصوالح تاع العام يعني حامين مي هكا واحد يديره في الباربيكيو تانيك مليح الصيف فوالا سا رابيل الصيف كوا. المهم يعني بغيت نوجدها لكم هذا باسكو دي فوا وليت نديره في الفور وليت نطيره نطيبه في طاجين هكا ما ناكلوهش بزاف بصح هكا جربته ولا ينتكل ومام الصغار ياكلوه غايه مام حنا الكبار وناكلوه غايه الوغ قعدوا معايا ونوري لكم كيفاش غادي ندير له فوالا كيما راكم تشوفوا غادي نوري لكم يعني الطريقه سهله باش نشعلوا المجمر الوغ هنايا شرينا واحد البرودوي هاد البرودوي هذا حاجه من الفور هاد البرودوي اون فيت نديرو الحطب هنا ولا الشاربون نديروه في هاد لاباري ماشي لاباري هاد البول ومن بعد نكبو عليه غير شويه تاع هاد الماء هاد ليكيد ونشعلو النار بهذا ونشعلو النار بهذا وتوك تشوفوا كيفاش غادي يشعل توت سويت وتكضب النار غايه فوالا فوالا كيما راكم تشوفوا درنا شويه تاع هاد الماء ومن بعد غادي نشعلوا النار فوالا كيما راكم تشوفوا غير واحد يفو يحرز روحه يفو فيغ اتونسيون باسكو واعره الحاله فوالا غير بشويه واحد من يدير غير بشويه باسكو سي دونجور سورتو مع الصغار اللي الصغار كاع ما يكونوش هنا شفتو كيفاش طردق بصح شوالا يعني برودوي هذا حاجه ميغ واحد من يكون برا يدير بيكنيك يبغي يدير باربيكيو مع لا فامي وكاع ما يبقاش حاصل يبقى غير يدير في الزيت يدير في الشكيل ويدير في الاخر يدير هذا البرودوي ويشعل امبيكابل فوالا فوالا شوفوا معنا يعني الجمر تاعنا كيفاش ولا فوالا هذا فكرني بنعيمة البدوية طيب غير بالجمر الوغ نوجهو لها تحية فوالا هذا هو الجمر تاعنا توت سويت ولا غاية الوغ دروك غادي ندير الدجاج فوقه فوالا هذا هو الدجاج تاعنا يعني بعد ما درته في المجمر مي هنا شنو باغي ندير غادي نبلع عليه باسكو كون ما غاديش نبلع عليه غادي كاع ينحرق غادي تزيد النار وغادي ينحرق الوغ هنا غادي نبلع عليه باش يعرق شويه والنار شويه تحبس وسي كون نخليه محلول غادي يولي فحم ما غاديش يولي دجاج الوغ غادي كي غادي نحل عليه غادي ما النار ما غاديش تشوفوها فوالا شوفوا يعني هذاك البرودوي حاجه من الفور بعد غادي شويه ونبقى نقلبه وسي وما يديش وقت كبير يعني من الدجاج نقطعوه ما يديش وقت كبير يعني واحد 20 مينوت يولي طايب حاجه من الفور هلا يعني نتمنى تعجبكم هذه الطريقه وجيو شاو جربوها يعني كرهنا من الدجاج طايب غير في المرقه طايب في الفور نجربوه شويه هكا مشوي سي ميو واحد يشونج شويه هلا كيما راكم تشوفوا فينا بدا شويه الدجاج يطيب فوالا غادي من نشوفه بدات النار هكا تشعل غادي يلق نغطيه نعاود نغطيه كيما راكم تشوفوا باش تنحرق هذيك الجلده ايتو فوالا دروك غادي نغطيه باسكو سينو غادي ينحرق لنا بوريا
Voilà. Cocotte, ta barbecue. هنا كما راكم تشوفوا راني نقلي في البطاطا ها هي لا وجدات فوالا نطفي لا فريتوز فوالا وهنا كما راكم تشوفوا ها ولا الدجاج تاعنا راه بريسك طاب فوالا نزيدو له غير واحد 5 مينوت وصايي فوالا الدجاج على بغاز فوالا فوالا الناس اللي راكم تشوفوا فينا وتبعوا فينا هذا هو لافان تاعنا يعني قلينا شويه بطاطا درنا شويه تاع سلطه كيما الصيف كيما كاع الناس وهذا هو الدجاج تاعنا جا حاجه من الفور شوفوا فوالا شوفوا كي جا داير جا حاجه من الفور نقدر دروك غادي ندير شي حبات هنا فوالا هذا هو الشكل النهائي تاع لاسيت تاعنا كما راكم تشوفوا على حاجه من الفور وهذاك البرودوي تاع توتالور اللي درناه شوفوا النار راهي عاد شاعله الوغ دروك الى نبلعوا هاد القدره باش النار تحبس فوالا باش تشوفوا يعني يلي ايفيكاس يعني غير شرو منه حاجه من الفور سورتو الى رحتوا درتوا بيكنيك في الغابه ولا يعني كاع ما تنغبنوش الوغ يعني هنا درت لا طابل تاعنا هادي لا طابل تاعنا ولهيته درت لا طابل تاع الصغار هما تاني دوك نحط لهم فوالا باسكو باش ياكلوا معنا غادي يهبلونا سي بور سا سيباريتهم اش نقول لكم سمحوا لنا اللي راهم يتوحموا اللي قلبهم جا في هاد الدجاج ايتو نتمنى تكون عجبتكم هاد شادرنا اليوم ونعاودوا نتلاقوا ان شاء الله في فيديو واحد اخرى الي بسلام عليكم